أحسن الله إليكم. هذا السائل عابد يقول: توفيت عمتي فقالوا لها لا تغيري ثيابك ولا تشربي بعض المشروبات كالقهوة والزعفران، وأيضا لا تخرجي إلى السوق. ما صحة هذا؟ مأجورين. هذا لا صحة له من بعض الوجوه. المتوفى عنها يلزمها أولا أن تبقى في البيت الزوجية مهما استطاعت ولا تخرج إلا للحاجة وفي النهار أيضا. ثانيا تترك ثياب الزينة، تترك ثياب الزينة، لا تتزين الثياب ولا تتزين بالحلي ولا تتطيب بأنواع الطيب ولا تشرب ما فيه طيب كالقهوة مع الزعفران، إن الزعفران نوع من الطيب، إنما تشرب القهوة بدون أن يكون فيها زعفران أو شيء من الأشياء التي لها رائحة طيبة. نعم.